الحياة الزوجية بيتخللها الروتين والملل بعد مرور الوقت، وضغوطات الحياة اليومية بتأثر كتير على هالموضوع، ولا شك إنه شكل العلاقة بيتغير وبيتجه بمنحة تاني تماماً. بس الزوجين الذكيين هن اللي بيعرفوا إمتى وقت كسر الروتين بيناتهم وكيف. تماماً، وعوامل كتيرة بيناتهم ممكن تخلي الروتين يتخلل العلاقة الزوجية. كيف بيقدروا الشريكين يتعاملوا مع هالموضوع؟ وهذا الأمر ذاته عند كل الأزواج رح نتعرف عليه مع الاختصاصي النفسي علي عبد الله. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك استاذ. يسعد صباحك استاذ، اهلا وسهلا فيك. يعني من اختصاصك الاختصاص النفسي، شو بيتغير بالنفسيات بين الزوجين بس يتزوجوا؟ بيكونوا هايمين ببعضهم، مو مصدقين امتى يكونوا تحت سقف واحد، مو مصدقين امتى تخلص حفلة الزفاف لحتى يبدوا فعلا ايدهم بايد بعض. مرقت سنة يا اخي، سنتين بالكثير وتغيروا، شو بيصير؟ الحقيقة الموضوع مرتبط بكتير أسباب وعوامل محتملة، يعني ممكن يخطر على بالنا التوقعات الموجودة عند كلا الطرفين. شو يعني زواج، طبيعة المهام، طبيعة الحياة الزوجية، والنماذج اللي قبل نحن وقت كنا بأسرنا قبل ما نرتبط كنا نشوفها كآباء وأمهات كيف يتعاملوا مع بعض. الواقع يمكن بعدين يختلف أحيانا لدرجة يعني يصدم واحد من الطرفين أو الاثنين. وبالمرحلة الأولى من التعارف بالخطبة أو حتى بالمرحلة اللي بتسبق الخطبة في هيك سعي دائم إنه نظهر بأفضل صورة ممكنة، إعطاء أفضل صورة ممكنة للطرف الآخر. بالحياة الواقعية والمسؤوليات واللي بترتبط بالحياة الزوجية في كتير محكات ممكن تكشف إنه الموضوع مو مثل ما كنا متوقعين ولا الشخص نفسه مثل ما كنا عم ننطر. يعني ممكن يعني الطموح أو السقف اللي أنا بنيته حسيته انه تحت هذا البيت مو هذا هو، يعني ليش وصل لمرحله بعد ما صير تحت سقف واحد انه مو هذا هو الشخص اللي حبيته، مو هذا هو الشخص اللي انا كان يعني ناطف قلبي لحتى ارتبط انا وياه ونقعد، ليش سقف الطموح بيهبط فورا وبتتغير كل هاي المفاهيم؟ لانه بالتفاصيل اليوميه بنكتشف اشياء ما كنا بنعرفها اولا، ثانيا نحن عم نحكي بالاحتمال المثالي تبع الاختيار الحر، انه نحن اثنين عم نحكي عن شخصين بيحبوا بعض واختاروا بعض وارتبطوا. في كتير حالات هي مو هيك الحقيقة بشكل واقعي، زواج تقليدي، زواج ما في اختيار حر، فبالتالي أنا عم بتعرف هلأ على الشخص كمان، هي واحدة من الأشياء اللي ممكن فعلا تضغط وتزيد العبء بالعلاقة وبالتواصل وتسبب كتير مشاكل. صحيح. وبالتالي فعلا الطموحات والتوقعات اللي كنا الوردية تماما اللي كنا عم نستناها ما نلاقيها. تماما منفكر انه الزواج انه كل يوم بده يغديني بمكان ويعشيني بمكان. طيب خليني اكون مو كتير كمان مبالغ، منفكر انه الزواج انه انا شو ما طلبت امين، وهي عم نحكي عن السيده، والشاب كمان بده يرجع على البيت يلاقي طبخته جاهزه، يلاقي قمصانه مكويه ومعلقه، يلاقي البيت بروايح طيبه ناطرته. بيجوا بعد شوي مثل ما ذكرت الواقع غير، الواقع في انتظار على الموبايل لرساله جره الغاز، الواقع في وقفة على دور البنزين، في وقفة على ربطة الخبز، الواقع صعب، وبيجي الأولاد كمان فبيدخلوا بدوامة المشاكل والروتين. الروتين كيف بيتكون بالعلاقة الزوجية وكيف ما بننتبه إنه صرنا بالروتين؟ الروتين بيجي من الضجر والملل. الضجر والملل له علاقة إنه نحن ما عم يصير إشباع عاطفي نفسي اجتماعي بالعلاقة بين الشريكين. هذا بيصير ربما بحالات معينة بعد فترة طويلة من الزواج، ومرتبط كتير بسمات الشخصية عند كلا الطرفين. يعني في ناس عندهم موضوع المرونة النفسية والتغير، قدرة على التكيف على التأقلم مع الظروف والضغوط يعني ضعيف شوي، هذا بيصعب الأمور، فبيصير التواصل سطحي آلي بحدود الواجبات اليومية اللي لازم علينا نعمله بالنسبة للأولاد بالنسبة للبيت، وبتروح الـ 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 يعني الشيء الاساسي بالعلاقه بين الاثنين هو الموده والمحبه والشغف. ما في شيء جديد، بصير بنعرف كل يوم كيف بده يمرق، وهذا فعلا مقتل للعلاقه الزوجيه. ممكن فعلا يصير بعد فتره طويله من الزواج، والحقيقه احيانا ممكن من البدايه وقت بتكون المفاجآت كبيره بالمعنى السلبي، تنتهى بين الطرفين تماماً. ولو انه ما صار طلاق وانفصال علني، ممكن يصير طلاق نفسي او عاطفي. نحن بنسميه، نحن عم نحكي عن زوجين عايشين مع بعضهم بنفس البيت بس هن نفسيا وعاطفيا منفصلين، وهذا بيأثر على كل مناحي الحياة وعلى حتى نفسيات الأطفال
وتواصل الزوجين مع بعضهم بيكون كتير بارد وكتير سطحي، مثل ما قلنا مقتصر تماما على الواجبات. تماما اداء الواجبات اللي هي بتعتمد انه هم فعلا زوجين وابوين لاطفال اللي ممكن لازم يلبوا لهم احتياجاتهم، ولكن ما في تواصل، ما في ود، الروتين قتل العلاقه. هل فينا نقول الروتين هو بيقتل كل العلاقات وبيدخل كل العلاقات الزوجيه، ولا لا ما فينا نعمم هذا الشيء على كل العلاقات وترجع لطبيعه الاشخاص؟ متوقع يصير الروتين بكل العلاقات الزوجيه، انما اثره شدته وتعطيله للحياه ترجع لطبيعه له علاقه تماما بطبيعه الاشخاص. الروتين مرتبط كمان باشياء كثير لها علاقه، مثل ما تفضلت سيد ورد، هلا الضغوط اللي عم نعيشها، الضغوط الاجتماعيه والاقتصاديه بتاثر كثير كيف نتواصل مع بعض، شو اهتماماتنا، شو اولوياتنا، لانه تمام. مرتبط موضوع بالامكانيات كمان. بلحظه من اللحظات يمكن يكون مشوار كان عم يكسر الروتين، هلا نفكر كثير قبل تمام. ما نعمل هذا المشوار، تكلفة ممكن نفكر انه في اولويات لازم أهم. نعمل المشوار استاذ بين المطبخ والصالون بالصالون نطلع على البلكون مثلا مشوار، عاملين اليوم مشوار على البلكون. طبعا شارو البليات ما يضحك، ولكن هذا الواقع صعبة. للاسف للاسف ظروفنا صعبة. طيب تمام. خلينا نروح استاذ اذا بتسمح لنا لنشوف الروتين اللي هو مرتبط بكثير من مناحي حياتنا للاسف، ولكن لما يكون بالحياه الزوجيه شو الطرق يلي بتكسر فيها الروتين؟ هذا السؤال يلي طرحته كاميرا صباح الخير على مجموعه اشخاص ان كان داخل الاسره او خارج الاسره عفوا. رح نسمع مع بعض شو قالوا ونرجع لنكفي. بدي اسالك عن كسر الروتين بالعلاقه الزوجيه، شو بتعمل تكسر الروتين؟ والله سالتي الحد الغلط انت الصراحه. بتغير جو. كيف؟ نطلع مشوار، نرجع لروتين الحياة الطبيعية، ورد بنطلع مشوار، بنروح زيارة، يعني أي شيء. تكسر الروتين بأي شيء على فكرة، كسر الروتين شيء سهل كتير وبسيط كتير. حتى علي نكسر الروتين، على هي الحياة دائما نفسها بتكسرك الروتين بمشاكلها بشغلاتها التانية، بس إن شاء الله الواحد بيحاول يكون يمشي على طريق الصدق، على طريق التسامح، هذا اللي بيخلي الحياة تكون مستمرة وكويسة، وهو هاي الشيء الأساسي. يمكن تتمشى بالأسواق، نغير جو، ننصدم شوي بالأسعار. هي ترجع للطرفين عاد، عرفتي كيف؟ يعني بالتفاهم بين بعضهم، يعني يفتشوا عن سبب جديد او حاله جديده يعيشوا فيها، بصير روتين مختلف. يعني نطلع برا البيت على الحديقه، مطعم، هيك. الروتين قائم بحياتنا، بمجال عملنا، برفقاتنا، بالعلاقه الزوجيه. بقى هون بيرجع لطبيعة الشخص، هو قادر يكسر هذا الروتين، يرجع يغير شوي. خلينا ناخذ من حضرتك شوية نصائح ممكن نحن نقدمها لكل الأشخاص اللي عم يحضرونا، كيف ممكن نكسر الروتين بطرق كتير بسيطة كتير سهلة بتوفر على جيبة إن كان الرجل أو حتى المرأة بظل الظروف يلي نحن عايشينها. تمام. القصة مرتبطة كتير أو لها علاقة بالعوامل اللي وصلتنا للروتين. مثلا إذا كنا عم نحكي عن زوج مكتئب أو زوجة عندها مشكلة نفسية اجتماعية بالمعنى اللي واصل تقريبا للمرض، هذا بيأثر على التواصل وعلى الحياة، ممكن يوصل للروتين. الوضع الصحي السيء المزمن، إذا حدا عنده مشكلة صحية مزمنة أو مرض ممكن هذا يكون ضاغط ومستمر وبيوصل للروتين. الضغوط بشكل عام، عموما فينا نعمل شوية إجراءات بسيطة. نحن عم نحكي عن ظروف صعبة بالعموم، رغم هيك الفكرة ممكن تكون كتير بسيطة، هي مفاجآت صغيرة غير مكلفة، لها علاقة أو يعني خلينا نقول مدروسة ضمن الإمكانيات. تمام. دائما نكون عم نحاول الشيء الثاني نقدر نعمله، نتذكر الأشياء السارة اللي كنا نعملها قبل بالمراحل الأولى بالارتباط أو العلاقة. يمكن يكون مشوار ولو تمشاي بسيطة تكسر هذا الروتين. الكلمات الطيبة، التعزيز بالتواصل، يعني ممكن نحن نوصل لمرحلة نعتبر واجبات الأم أو الزوجة 1 2 3، واجبات الأب أو الزوج هيك، ما بنشكر بعض على هاي الواجبات، ممكن شوية شكر شوية مديح قدام الآخرين يخلي شوي في هيك كسر للروتين، إحياء لهي العلاقة. السفر لأيام بسيطة، ممكن إلنا زمان ما سافرنا على الضيعة، ما سافرنا لمحافظة تانية لو عدة أيام كل كم شهر. تماما. يعني قضاء اوقات عفوا خاصه بين الزوجين بعيدا عن الاولاد والاعباء والتفاصيل اللي العلاقه بالاسره ككل. هدول الاثنين لحالهم يرجعوا يعيشوا ككبل يعني شركاء اثنين مع بعض. وبالعموم القصه كثير مرتبطه بموضوع شو العوامل اللي وصلتنا لهون الحقيقه. يعني ممكن يكون اذا كنا عم نحكي عن علاقه بالبدايه هي ما كان في اختيار حر، فبتتعقد القصة لحتى نكسر هذا الروتين. بيصير أي تصرف خاطئ من الطرفين هو مدعاة لمشكلة
عند الطرف الآخر. الحديث طويل وقلنا لقاط قريبة إن شاء الله بأسابيع قادمة لنحكي فيها ونتوسع. بدي أشكرك لوجودك معنا. أهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك.